المؤتمر السنة دي أنا حاسس اللي هو عمال يكبر وربنا يوفق. كمان امبارح حضرت محاضرات الجراحة الحقيقة، يمكن ليا ملاحظة بس فقط لغير المحاضرة بتاعت الدكتور السرطاوي، محمد السرطاوي، محاضرة قيمة جدا، بس يمكن تبقى تقيلة شوية على الجنرال براكتيشنر، لكن محاضرة قيمة يمكن عشان احنا جراحة فقادرين نتابعها، لكن المحاضرات القيمة جدا، وربنا يوفقكم كده ان شاء الله. والمعرض عمال يكبر، وربنا يوفق الجمعية السعودية دايما برئاسة الدكتور خليل.